لذلك للصدقة فوائد عظيمة وكثيرة جدا. صلي على النبي. أول فائدة من الفوائد أنها تضاعف الحسنات. يعني إيه؟ فالصدقة بعشرة أمثالها. لا ده بأكثر، مش بعشرة أمثالها بس، لا ده بأكثر من العشر، بأكثر من العشر. الله سبحانه وتعالى يقول في حق هؤلاء: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ما جزاؤهم؟ يضاعف لهم ولهم أجر كريم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي ناقة مخطومة فأريد أن أتصدق بها في سبيل الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لك بها 700 ناقة، لك بها 700 ناقة. شوف أنت، يعني لما الإنسان يخرج يعني جنيه في سبيل الله، يتصدق بجنيه أو حاجة بسيطة لا تذكر، مش عند ربنا مش بعشر جنيه بس، لا ده بيضاعف الله سبحانه وتعالى هذا المال بما يشاء. نعم، علي هذا أبو طالب كان لي برضو مقولة شهيرة: لا تستحي من إعطاء القليل فالحرمان أقل منه. نعم، أما لي فيعني أول حاجة أنها تضاعف الحسنات، دي أول فائدة من فوائده. الفائدة الثانية أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إيه معنى الكلام ده؟ يعني حضرتك لو عملت الطاعة في حال الصحة، الله وأصابك بلاء أو أصابك مكروه، الله سبحانه وتعالى يعني يغيثك ويفرج عنك في هذا الكرب ويفرج عنك شدتك.